الراديو 90-90 هواها مصري. بكرة الثلاث إن شاء الله العالم سيشهد كسوف كلي للشمس، هيستمر 4 ساعات و56 دقيقة، ولكن في مصر والدول العربية مش هنشوفه السبب، لأن هيكون عندنا في معاده 6:55 دقيقة بتوقيت القاهرة. كمان الصين بتسعى حاليا لتطوير قطار مغناطيسي بيقدر يمشي بسرعة أكثر من 600 كيلومتر في الساعة. القطار هيعتمد على الدفع المغناطيسي، وده هيحل مشاكل الاحتكاك وهيوفر أكثر سرعة أكبر للقطار. كمان النهاردة هيتم افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، وهيبدأ استقبال المواطنين والأجانب لتلقي الخدمات، وتم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي لكافة الخدمات المقدمة تيسير على المواطنين. كمان شركة مياه الشرب أعلنت أن هتنقطع المياه النهاردة عن مدينة جمصة لمدة 12 ساعة، من النهاردة 11 بالليل لبكرة 11 صباحا.